هنا شرح توضيحي سريع للوحدة الأولى كمية التحرك والمقذوفات. هذا التصادم في هذا الشكل نلاحظ تصادم في بعد واحد، تكون في بعد واحد. اتجاه حركة السير قبل التصادم هي نفس اتجاه حركة السير بعد التصادم، لاحظ في مستوى واحد محور السيناء على البعد السيني. هنا تصادم في بعد واحد مرن، عند هذه الثلاث الحالات الأولى تصادم مرن انفصل الجسمان، وهنا غير مرن التحم الجسمان، هنا أثناء التصادم وهنا قبل التصادم. حركة الأجسام قد تكون في نفس الاتجاه، لاحظ الأسهم الجسم الأول متحرك والثاني متحرك في نفس الاتجاه، أو يكون الأول متحرك والثاني ساكن، أو يكون في اتجاه متعاكسين وهكذا. تصادم في بعدين، في التصادم في بعدين مرن وغير مرن، هنا التصادم في بعدين مرن انفصل الجسمان، وهنا التصادم في بعدين غير مرن التحم الجسمان. الصواريخ ذات دفع تاريخها وفكرة عمل تاريخها، هنا صاروخ فضائي ينطلق للفضاء باحتراق الغازات إلى أسفل، تندفع إلى أسفل، والصاروخ يندفع إلى أعلى باستخدام مبدأ قانون حفظ كمية التحرك، بالاعتماد على قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل مساوي له في مقدار مضاد له في الاتجاه. وهذه فكرة عمله، ينطلق الهواء الاتجاه والبالون تنطلق إلى الجهة المعاكسة. مراحل تفكك الصاروخ، مراحل هنا الصاروخ قبل أن ينطلق، بعد أن ينطلق المرحلة الأولى تشتعل ثم تنفصل وتسقط إلى الأرض، وتشتعل المرحلة الثانية لفترة معينة ترفع الصاروخ، ثم تنفصل وتشتعل المرحلة الثالثة، ثم تنفصل وتسقط إلى الأرض، ويبقى هذا الرأس يخرج إلى الفضاء. استخدامات الصاروخ، استخدام الصاروخ في سرعة الانفلات من الجاذبية الأرضية بشكل عمودي، يطلق رأسي على سطح الأرض وبسرعة 11.2 على الأقل حتى كيلو متر على الثانية حتى يخرج من الأرض. تعتمد سرعة الجاذبية على نص قطر وعجلة جاذبية الأرض أو الكوكب، أي كوكب نريده. نعوض في هذين المتغيرين. أما بالنسبة للاستخدام الثاني للصاروخ، يستخدم في إطلاق إيصال القمر الصناعي إلى مدار وتسمى السرعة المداري، هذا القمر الصناعي حتى نوصل إلى هذا المدار الذي يدور في حول الأرض. نستخدم الصاروخ للوقوف بسرعة 8 كيلو متر على الثانية بشكل أفقي، والسرعة المدارية هذا قانونها، هذا ثابت الجذب العام، وهذا كتلة الأرض، وهذا نص قطر المدار، نص قطر المدار، وهو يساوي نص قطر الأرض زائدا المسافة من سطح الأرض إلى مدار القمر الصناعي. القمر الصناعي تؤثر على القوة، من قوة الجاذبية الأرضية، والقوة المضادة لها قوة الطرد المركزي الذي هي بسبب الدورة. كمية التحرك الزاوي هنا، أي يحدث تحرك لكن دوراني. حركة المقذوف، المقذوف هنا نصف دائرة، أي يكون من الأرض القطف إلى ويصل إلى أرض الأرض، يرسم المقذوف نصف دائرة. أما هنا المقذوف ربع دائرة من الجو إلى الأرض، سواء كان فوق مبنى أو كان من طائرة إلى الأرض. طبعا السرعة هنا تنقسم لها مركبتين، مركبة على المحور السيني عين سين، ولها مركبة على المحور الصادي عين صاد، وهنا زاوية القذف. عند كل نقطة السرعة لها مركبتين، مركبة باتجاه المحور الصادي ومركبة باتجاه المحور السيني. نلاحظ هنا أن عين صاد تكون عند القذف أعلى ما يمكن، ومن ثم تقل إلى أن تصل إلى أقل قيمة لها عند أعلى قمة، وتبدأ تزيد بالاتجاه المعاكس، تزيد لأن تصل إلى نقطة الهدف. هذا المدى الرأسي وهذا المدى الأفقي. هنا المقذوف نصف ربع الدائرة. قوانين النصف دائرة، لأن الزاوية هنا زاوية القذف تساوي الصفر، موازية زاوية القذف هنا كما نلاحظ لا توجد زاوية، زاوية القذف تساوي الصفر، وجاء الصفر، جاء الصفر بصفر، إذن سيبقى نص قوانين هذه نص الدائرة. وهنا تشكيل المركبة، هنا المركبة الأفقية باتجاه محور السيناء للسرعة بتساوي عين صفر جتها الثلاثي جتها الزاوية، والمركبة الرأسية نضربها في جاء الزاوية جاء ثلاثي. وهذا بالنسبة لنصف الدائرة، وهذا بالنسبة لرب الدائرة. ختاما أرجو أن تنال هذه الفيديوهات والشروحات إعجابكم، إن أعجبتكم فلا تترددوا بالإعجاب.
ولا تقفلوا عليه بالإعجاب والاشتراك في القناة وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد، والمشاركة والتعليق. شاكرا لكم حسن المتابعة، مع خالص تحياتي.